السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج السرطان. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا برج السرطان، لعل يكون عندك خير الفتره دي وعندك موضوع جديد هيتفتح في حياتك. الموضوع الجديد اللي هيتفتح في حياتك ده انت مستنيه بقالك مده كبيره، وعشان كده هيكون في انفراجات انت طول انتظارها في حاجات كتيره جدا، بس كل اللي مطلوب منك ان انت تشوف فنجانك هيقول لك ايه، من طاقه، من فرق، من تفاؤل، من خير. بس قبل ما ابدا، عندك تسديد ديون الفتره دي يا برج السرطان، ويلا بينا بقى نشوف فنجانك هيقول لك ايه. يلا بينا يا برج السرطان. برج السرطان، بسم الله ما شاء الله، احداث جديده. برج السرطان، انت لسه من كام يوم حالا حد مجدد لك طاقة السحر، من كام يوم بالظبط حد مجدد لك طاقة السحر وأذيك، حد أذيك يا برج السرطان، أذيك أذى إحباط، أذيك أذى عقل، أذيك أذى فكري، مخليك مش قادر تفكر ولا تعمل أي حاجة. السرطان احذروا ان انتوا تتعاملوا معاه اليومين دول. السرطان اللي فيه مكفيه، فتاة السرطان او راجل السرطان، يركزوا كويس جدا في الكلام ده. برج السرطان اليومين دول مش مستحمل اي حاجة، صدقوني اللي هيدوس على طرف لبرج السرطان مش هيرحمه. برج السرطان جايب اخره، ما عندوش طاقة حتى ان هو يتكلم، يعني لدرجة ان هو مش قادر يدافع عن نفسه في اي حاجة ولا قادر يعمل اي حاجة. برج السرطان حاليا موقف كل علاقاته، حاليا رافض التعامل مع البشر، رافض التعامل مع اي حاجه. محدش يتعامل مع برج السرطان، دي نصيحه حاليا الفتره دي، علشان هو على قد الهدوء اللي هو فيه، على قد كميه التعب النفسي اللي هو عايش فيه. فاحذروا ان انتوا تتعاملوا مع برج السرطان. مش معنى ان هو بيسامحكم لما انتوا تغلطوا في حقه وتكسروا نفسه وتظلموه يبقى هو كده شخص ضعيف، لا، هو بيسامح بس ما بينساش، تمام؟ بيسامح بس ما بينساش. بتقول ان هو بحالات وان هو ملهوش حاجة معينة، لا، هو بس متقلب المزاج، ما بيحبش الروتين، بيحب يكسر الروتين، ما بيحبش يكون اللي بينام فيه يصبح فيه، بيحب التجديد والتغيير. ما بيحبش حد يعاند معاه، علشان لما بيشغل ساعة العند هتخسروا الدنيا كلها قصاده. حنين جدا، طيب جدا، بيرضى بأبسط الأمور، كلمة حلوة ترضيه، طبطبة، بيرضى بأي حاجة ممكن ان انت تقولها له. بيحب السعادة وبيحب البساطة وبيحب دايما يسعد اللي حواليه حتى لو على حسابه. طيب وحنين، بس كرامته بتكون فوق اي حاجة، اوعى تلعب في كرامته او تأذيه. جدع وصاحب صاحبه جدا، بيركز جدا في ادق التفاصيل اللي هي تطلع له نتيجة مبهرة. يعني ايه؟ يعني لما بيكون في موضوع شاغل باله، او انت تيجي تقترح عليه موضوع، او بيكون في اجتماع او في اي مكان وتعمل حركة بس كده انت مش واخد بالك منها، صدقني بيحللها لك وبيعرف الحركة اللي انت عملتها دي وراها ايه. صح يا برج السرطان؟ الكلام ده بينطبق فعلا على فتاة السرطان. عنيدة جدا وذكية، وذاكرتها قوية، بتفتكر الحاجة اللي حصلت من مليون سنة. بيعمل نفسه عبيط في اغلب الاوقات علشان يشوفك انت هتطلع جواك ايه. بس لما بيتخنق دمعته بتكون قريبة جدا، حساس جدا، اوعى تلعب في حاجة تجرح كرامته ولا تجرحه. بيحب الحرية بس بيحب الوحدة برضه. غامض في بعض الاوقات، ما بيحبش يعبر عن مشاعره، تقيل في نفسه. بتشوفه من بعيد تقول مغرور ومتكبر وبيتعامل الناس بغرور، بس هو والله عكس كده تماما. هو مصدر الثقة لكل شخص يعرفه، مصدر السعادة لكل إنسان يكون مخلص له. فأنت ما تلعبش مع برج السرطان، هتلاقيه بيديك عينيه وهتلاقيه ما بيستخسرش حاجة فيك. برج السرطان عنده قضية في المحكمة من بدري، نفسه تخلص، وفي نفس الوقت مستني توقيع ورقة بالخير بإذن الله. برج السرطان داخل في مشروع وقلقان وحيران. برج السرطان دلوقتي بيفكر يعمل ايه في القرار اللي الصعب اللي هو لازم ياخده، وهيعمل ايه لما حياته تحصل فيها كذا. برج السرطان عنده تفكير كتير جدا. برج السرطان
الشيطان لو قاعد في مكانه وحس ان هو تقيل على اللي قدامه، صدقني بينسحب وممكن ما تشوفش وشه تاني. برج السرطان ذكي جدا، اياك تتعامل معاه او تحس ان انت اذكى منه تبقى انت غبي جدا. روحانياته عالية، اللي بيحسه بيحصل على طول وفورا، اللي بيحسه بيحصل على طول. دايما بيفكر في بكرة، دايما عنده تفكير في المستقبل، بيحب الانتظام والترتيب، ما بيعلقش نفسه بالماضي ابدا، وبيقول بكره هيكون احلى، رغم ان هو من وقت للتاني بيجيله ساعه احباط وساعه تشتت تفكير عميق كده، بيحس ان هو مش عارف يعمل حاجه، لما حد بيطلب حاجه منه ما بيعرفش يرفض ولا بيعرفش يكسف حتى لو هيجي على نفسه. متعاطف جدا مع الناس اللي بتتظلم، ويبقى عايز ياخدهم في حضنه ويطبطب عليهم حتى لو هيسكنهم في بيته. دايما بيرفع من معنوياتك، شخصيه جميله جدا برج السرطان، بتعتمد على نفسها وما بتحبش اي حد انه يؤذيها ولا يؤذي الاخرين، بس من وقت للتاني بيحس بالحزن، رغم ان هو كل الصفات الحلوة دي فيه، رغم ان هو لما بيقع وبيتظلم ما بيلاقيش حد جنبه، ما بيلاقيش سند، رغم ان هو بيكون سند لكل الناس بس ما بيلاقيش سند جنبه. ساعات بيظلم نفسه وبيجيب اللوم على نفسه في بعض الاحيان، ساعات بيحس بالحزن والكآبة عشان بيفكر كتير في مواضيع مش عارف يعمل فيها ايه ولا ياخد فيها قرارات. ساعات بيكون حساس زيادة عن اللزوم، حساسيته دي بتقلب ضده. كمان برج السرطان بيحب الناس وبيحب يتعامل معاها، وعشان كده بيدي ثقة لأي حد بيدخل في حياته، وده بيوقعه في مشاكل وبيخلي حظه قليل. بيجي على نفسه كتير جدا برج السرطان عشان خاطر الناس اللي هو بيحبها، ممكن يعمل أي حاجة، عنده تأنيب الضمير، ما بيحبش يعمل حاجة غلط. برج السرطان من وقت للتاني بيكون هادي زي الهادي، بس لو انفجر بيكون زي البركان، احذر من ان انت تتعامل معاه. الفترة اللي فاتت انت مريت بفترة صعبة جدا جدا جدا، وعشت فيها بعض الوجع لدرجة ان الحب مش من حظك ولا من نصيبك، بتحس بالوحدة، احساس الوحدة ده مش بيفرقك رغم ان كل الناس حواليك. حاسس ان حياتك متلخبطة في الحياة العاطفية، انا مش عايزة اتكلم فيها، بس حياتك العاطفية زي الزفت يا برج السرطان، انا مش عايزة اصدمك، حياتك العاطفية زي الزفت ما فيهاش اي جديد، بينك وما بين الشريك مشاكل على طول ونفور وحاجات كتيرة جدا جدا جدا. اعز الناس واقرب الناس ليك هم اللي عملوا لك وجع في قلبك كبير جدا. الشريك دايما نفرك، الشريك دايما مش عايز يكمل معاك، الشريك دايما عامل لك صداع وعامل لك تفكير زياده عن اللزوم. الشريك من اتجاهه ليك اصبح مشاعره بارده، يا هو في علاقه ثالثه لا اما هو طبعه كده. الشريك عنيد، الشريك كده تحسه ان هو شخص مش مناسب ليك، وان ده كان اختيار غلط في حياتك. برج السرطان انت بتفهم الناس من طريقة كلامها ومن اسلوبها معاك، بتفهم الناس على طول، بتفهم كل الاشخاص اللي هي بتتكلم معاك. انت برج السرطان صريح جدا، ما بتحبش الكذب ولا النفاق، ما بتحبش ان الناس تتعامل بنفاق في حياتك، هادي في بعض الاحيان، بس دايما صحتك في النازل بسبب البومة اللي مركزة على صحتك دايما. ناوي تعمل عملية او انت عملت عملية، عندك وجع في جسمك غير طبيعي، حاسس بالاحباط والفشل دايما، وبتقول انا كل ما اطلع السلم ارجع تاني 1000 خطوة لورا، كل ما اقول هانت بترجع اسوأ ما كانت. لا يا برج السرطان، انا شايفة لك امور كتيرة جدا حلوة وشايفة لك خير باذن الله. انت وصلت لمرحلة بقيت انعدام الشعور بالمسؤولية، بقيت حس ان حياتك متلخبطة وفي احباط. لا انا شايفة ان انت عندك خير، وعندك حد بيراقبك من بعيد وعايز يكلمك او عايز يعتزلك او عايز يقرب منك، بس خايف من ردة فعلك، وخايف انت تصدمه، وخايف ان انت تكسر بنفسه، الله اعلم، بس هو عايز يكلمك وعايز يرجع لك. حاسس بالتدمر النفسي انت يا برج السرطان، عندك تفكير رهيب، عندك تفكير رهيب، انت منتظر سفر او متهيالك ان انت عايز تسافر، بتقول يا رب افرج همي ويسر امري وكرمني ويصلح حالي، صح يا برج السرطان؟ دايما بتدعي ربنا، انت دايما قريب من ربنا. انت حصل لك صدمة في الماضي مخلياك دايما حياتك متلخبطة. السحر ده حكايته ايه؟
واللي الناس اللي بتجددهولك ده حكايته ايه؟ مين برج التور اللي عندك يا برج السرطان؟ عندك برج التور، وبرج التور ده عمل لك لخبطة في حياتك، عمل لك توتر وعمل لك مشاكل. بص يا برج السرطان، انت عندك تحقيق هدف وتحقيق أمنية ووصول الى مراحل حلوة جدا، بس احذر من اللي حواليك، احذر من اللي حواليك. اقرب الناس ليك هم اللي عايزين يوقعوك، اقرب الناس ليك هم اللي عايزين يكسروا نفسك. انت يا برج السرطان ناس بتستغلك كتير جدا، ناس بتستغلك، عايزه تقرب منك عشان خاطر مصلحه شخصيه، عشان انت طاقه ايجابيه، الله اعلم. بس انا شايفه ان انت عندك اشتياق ولهفه حلوه جدا. طيب قولي اخره السهر اللي بالليل واخره التفكير اللي محيرك ده اخرته ايه؟ اخرته ايه؟ هتطلع منه ازاي؟ انت عايش ليه؟ حاسس ان انت عايش ومودع الدنيا؟ لا، ما انا شايفه لك خبر حمل اهو، شايفه لك خبر حمل، وشايفه لك شفاء مرض، وعندك فك قرب المسجون اللي انت زعلان عليه، او المريض، او اللي بيستعطى حاجه. طيب قولي الشريك سابك مفاجئ، عمل لك بلوك فجاه من غير اي حاجه، وثقت فيه وندمت، بتدعي عليه علشان مش قادر تنام، ولا عمل لك ايه الشريك؟ ايه الحاجه اللي انت مستنيها تتباع علشان تفرح؟ عايز تبيع عربيتك ولا تليفونك ولا بيتك؟ الله اعلم ايه اللي انت مستنيه تبيعه عشان تفرح وعشان تقدر تحقق حلمك. كلمه حسبنا الله ونعم الوكيل دي طالعه لمين يا برج السرطان من قلبك؟ ليه دايما عندك الارتباطات مشاكل؟ مين برج الحوت؟ مين برج الحوت اللي عندك؟ الاطفال اللي عندك دول انت مشتاق لهم، ولا انت مستني خبر الحمل اللي قلت لك عليه؟ الله اعلم. بس انت عندك تجمع اسري، وعندك حاله فيها حلوه جدا، وعندك مواجهه مع الحبيب، وكمان عتاب. في حد عندك مانع اللقاء يا برج السرطان، يعني انت عندك لقاء مع حد وحد مانع اللقاء بسبب السحر. عندك حد موقف حياتك انت يا برج السرطان، بس عندك اجتماع كمان في العمل. في ناس انت اتغدرت منهم واتظلمت، ما كنتش فاكر ان هم اللي يطلع منهم دول. مستني حكم انت يا برج السرطان، مستني حكم. بلاش تخلي قلبك الطيب هو اللي يسيطر على حياتك. عندك تعب جسديا ونفسيا غير طبيعي، تعبك نفسيا وجسديا غير طبيعي، بتحس بوجع غير طبيعي في جسمك، ألم في المفاصل، ألم في الركبة، صداع مستمر، نغزة بتجيلك في قلبك بسبب الظلم والقهر اللي في حياتك. حاسس ان انت ملكش حظ؟ لا، عندك خبر سريع وعندك مكالمة مهمة. انت عايز ايه؟ انت ليه انت مش عارف انت عايز ايه؟ الشريك في علاقة تانية، ناوي يتجوز عليكم، او ناوي ينفصل، او انتوا عايزين تتطلقوا، الله اعلم. عندك علاقة تالتة، وخلي بالك واحذر، لو انت لسه متعرفش حاول تلم الشريك على ناحيتك تاني، بلاش المشاكل وبلاش تدقق على دق التفاصيل. طيب مين الشخص اللي انت بتتمنى يكون معاك دلوقتي وحاليا؟ مين انت بتتمنى الستر من ربنا؟ طيب هل ترى بتتمنى الستر من ربنا في ايه؟ في صحتك، ولا ما بينك وما بين الشخص اللي انت مستنيه؟ طيب قولي مين الناس اللي بعيد عنك؟ قال ولادك ولا مين؟ يعني مين الشخص، او مين البنت، او مين الشخص اللي انت مستني تجتمعوا مع بعض؟ عندك واحدة جارة خبيثة جدا، واحدة جارة خبيثة جدا، مش كويسة خالص، عايزة توقعك في شر اعمالها. بص يا برج السرطان، انت معمول لك عمل، العمل ده والسحر ده مخلي حياتك واقفة،
مفيش حاجة بتكمل، ومخلياك بعيد عن عيالك، وعايز تتطلق، وكاره نفسك، وكاره حياتك، لدرجة ان انت ممكن تكون بتفكر في حاجات وحشة جدا. بص يا برج السرطان، رغم المشاكل والتعب اللي حواليك ده كله، رغم ان انت عندك خير وعندك رزق. نشوف فنجانك بيقول ايه وطاقاتك بتدل على ايه. بسم الله ما شاء الله. انت هنا عندك حل مشكلة رهيبة، عندك حل مشكلة رهيبة. المشكلة دي هتتحل في اقرب وقت، عشان هي عملت لك توتر كتير جدا. الشخص اللي ظلمك ده حاليا عايش ومرتاح، بس احب اقولك انه هي ربنا هيبتليه بمرض، وهتشوف حقك قصاد عينك. والسرقة اللي حصلت لك دي ربك هيوريك انه كل جنيه اتاخد منك بس انت كنت تعبان فيه، هيوريك هيتردلك ازاي، وهيوريك حقك هيرجع لك ازاي. صل على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. طيب انت ليه عايش دايما في حرب، ودايما بتحارب وبتعافر؟ عندك معافرة في حياتك، حاسس ان حياتك ماشية زي الدوامة ومفيش حاجة بتكمل عندك. طيب المواجهة اللي عندك دي مع اقرب الناس ليك يا برج السرطان، مع اقرب الناس ليك. اقولك على حاجة كمان، من فترة انت وقعت في مشكلة، وقعت في مشكلة بسبب حد كنت بتدافع عنه، او هو فضل يجرجر رجلك لحد ما وقعك في مشكلة. انت عندك مشاكل على طول مش قادر تحلها. بسم الله ما شاء الله، عندك رزق وحظ وفير يا برج السرطان، عندك حظ وفير بإذن الله. بص، حاول تهدى وتهدي أعصابك. الحرب اللي انت فيه، والنفور اللي انت فيه، والكره لنفسك، لا، انت عندك امور حلوة جدا جدا الايام اللي جاية. انت حاسس ان فعلا انت حياتك متدمرة نفسيا وجسديا، واتخدعت من اقرب الناس ليك. اقرب الناس ليك كده هم اللي خدعوك، وبتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. في واحدة غيرانة منك ودايما بتحاول تقلدك في كل الحاجة. ايه الحاجة اللي انت مستنيها؟ في ام الشريك دي خبيثه، ام الشريك دي خبيثه، عايزه تفرق حياتكم، عايزه تخرب بيتكم، مش عايزه لكم الراحه، ولا عايزه لكم ان انتوا تكونوا حياتكم متكامله. ليه بقيت تحلم احلام مزعجه؟ بقيت مش عارف تعمل ايه. طيب قولي اخره المسافات اللي انت فيها دي ايه؟ اخرة الحياة، اخر اللي انت فيه ده ايه؟ الورقة اللي منتظرها دي، الورقة اللي انت منتظرها دي، يا هل ترى ورقة الانفصال، ولا ورقة السفر، ولا ورقة الترقية، ولا ورقة النجاح؟ طب البومتين اللي عندك اللي هم مدمرين حياتك دول اخرتهم ايه؟ الباب اللي اتقفل في وشك ده اخرته ايه؟ هل هيتفتح في يوم من الايام؟ هل ربنا هيكرمك وهيوسع رزقك؟ هل هيبقى لك حظ حلو في الحياة؟ كل دي أسئلة أنت بتسأل نفسك عليها ومش لقينها إجابة، صح يا برج السرطان؟ بتسأل نفسك أسئلة كتيرة جدا، بتقول يا رب أنا ماليش حظ ليه؟ لا، طب أقولك على حاجة، لو ليك نصيب في حاجة، حتى لو كل البيبان مقفولة، ربنا هيرتب لك كل الأسباب لحد ما تبقى في إيدك من تاني. ولو مالكش نصيب، ربنا هيرضيك بحاجة أحسن مما تتخيل في حياتك، احسن مما تتخيل في حياتك. لو انت حس ان انت زعلان ومقهور، صدقني ربنا هيكرمك، علشان انت اتخذلت من اقرب الناس ليك، وكمان اقرب الناس ليك دول عملوا لك صداع وتوتر وكسروا قلبك، وكسروا قلبك. بس انا شايفه لك خير، وشايفه لك رزق، شايفه لك خير وشايفه لك رزق. انت دايما بتعاني من الحسد، وبتعاني من الحسد الشديد اللي هو مسيطر على حياتك، والسحر، وده عامل لك وجع في الركبه وصداع مستمر زي ما قلت لك، ومخلي حياتك مش عارف، مفيش حاجه فيها بتكمل وفيها نفاق. عايز اقول لك على حاجه كده يا برج السرطان سريعا، خد حذرك، انت من محسود من اقرب الناس ليك، ومتراقب
ومن اقرب الناس ليك عايزه سقوطك وعايزه توقعك وعايزه تكسر نفسك وعايزه تكسر نفسك. مريت بمراحل صعبه واخترت طريق مسدود، بس ربك موجود عشان عندك حد هينور لك الطريق ده بشمعه بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. اللي مزعلك ايه انت يا برج السرطان؟ اللي مزعلك انه دايما اقرب الناس ليك بتكتشف خداعهم وظلمهم وان هم دايما بيتكلموا عليك. اللي مزعلك عمرك اللي ضاع وايامك اللي راحت على اشخاص ما يستاهلوش محبتك ولا يستاهلوا محنتك. اللي مزعلك طيبة قلبك وجدعنتك وتفهمك للحياة. اللي مزعلك ان انت كنت دايما بترد لهم، بترد بتربيتك ومعدنك النظيف وبتعتبرهم حاجات اساسية في حياتك. اللي مزعلك ثقتك اللي ما طلعتش في محلها. اللي مزعلك العشم اللي انت عشان دي نفسك بيه في ناس ما تستاهل. اللي مزعلك الكرم اللي انت عملته في الناس اللي هي ردت عليك بالكسوة، ردت عليك بالكسوة وردت عليك بنكران الجميل. اللي مزعلك انه محدش كان واقف جنبك وقت ما انت كنت عايز. اللي مزعلك ان انت دايما كنت بتقف مع الناس ومحدش كان واقف جنبك. ايه اللي مزعلك؟ زعلان على نفسك ولا على الناس اللي بتدخل حياتك؟ انت حواليك ناس اقسم بالله اوسخ من كورونا. حواليك ناس في الحقد والغل والحسد ونقارين الجميل وكمان قلالات الاصل. حواليك ناس دايما عايزه توقعك وعايزه سقوطك، دايما بتشكي باعراض كتيره جدا انت يا برج السرطان. انت حواليك ناس مش عايزه غير الاذيه. خلي بالك في غدر بيحوم حواليك بقاله مده من اقرب الناس ليك. حاول يكون ليك رده فعل وحاول تصفي حساباتك وتحط النقط على الحروف علشان ما تخسرش حاجات انت في النهايه مستغني عنها. عندك سفر وعندك توقيع ورقه وعندك مفاجاه حلوه وعندك تيسير في الامور وعندك تحسين في الوضع بإذن الله. بس خد حذرك تاني، أقرب الناس ليك هم اللي عايزين يوقعوك يا برج السرطان. الفترة اللي جاية دي يا برج السرطان انت عندك تحسين في كل الأوضاع. هقول حاجة أخيرة كده على برج السرطان. برج السرطان اللي هيجيله على سكة مش هيرحمه. برج السرطان حاليا هيبقى شمعة هتحرق أي حد يقرب منه. برج السرطان ناوي يولع في أي حد أذى وفي أي حد أكل حقه وظلمه. برج السرطان ناوي نية مش كويسة خالص. فبرج السرطان عشان تكسبه ما تتعاملش معاه في النفاق وفي الخداع ولا تكذب عليه. عايز تكسبه تعامل معاه ببساطة. هو شخصية جميلة وطموحة وبتحب البساطة. برج السرطان لو جيت له على سكة مش هيرحمك. برج السرطان حاليا هيحط النقط على الحروف وهيبقى زي الشمعة المولعة. لو جيت له على سكة صدقني مش هيرحمك، هيحرق كل اللي هو يقرب منه. يا برج السرطان حاول تهدي اعصابك وتصفي حساباتك وتقطع علاقاتك مع اي حد عامل لك دوامة وحيرة واي حد ظلمك. برج السرطان قلبه حاليا بقى زي الحجر بسبب اللي شافه وبسبب اللي هو عاشه. برج السرطان ناوي يعمل عملية او ناوي انه عنده حد هيعمل عملية. برج السرطان حاول تخلي بالك من اطفالك. عندك رسالة قريبة جدا جيدا جايالك وعندك مكالمة هتجيلك من حد انت كنت مستنيها من بدري. عندك رجوع حق باذن الله وجزء من ظلمك وكسرة قلبك وحرقت حياتك. السحر المعمول لك ده انت مرشوش عندك، انت ولا شربه ولا انت اكله. السحر ده مرشوش عندك في بيتك، عشان كده دايما بينك وبين الشريك نفور ومشاكل. تحياتي ليك يا برج السرطان. الاعراض اللي انت بتحسها لما بتصحى من النوم اكتبها لي في الكومنتات، ودايما تفائلوا بالخير تجدوه. ولو عليك ندر يا برج السرطان اوفوا بيه. الاجهاض اللي حصل لك ده صدقني ربك هيعوضك خير او هيكرمك بحاجات احسن بكتير باذن الله. ودايما ربنا بيكتب لك هو ما هو جميل والحاجه اللي تكون من نصيبك وتستاهل. الحيره اللي انت فيها دي هتطلع منها بفضل ربنا. تحياتي ليك يا برج السرطان.